أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو. وفاة أختها ريم غزالة الجزائر أحد نجمات ستار أكاديمي سالمي غزالي. تعلن خبر وفاة أختها ريم غزالة الجزائر مؤثرة جدا. أعلنت سالمي غزالي نجمة ستار أكاديمي وفاة شقيقتها الفنانة ريم في باريس اليوم بعد معاناتها مع مرض السرطان. وطلبت سالمي عبر حسابها الرسمي على انستغرام دمعة العين لا تعلن عن خبر الوفاة، الخبر الحزين والمؤثر جدا. قالت فيها: ما فارقتيني الابتسامة لاني بعرف انه الله ارحم ويختار لك الاحسن. وطلبت من متابعيها الدعاء بالرحمة لغزالة الجزائر. وسط حزن شديد على الجميع والملايين والشارع الجزائري باكمله. وعزت مليكة بن داود وزيرة الثقافة الجزائرية عبر حسابها الوزراء رسمي على فيسبوك أسرة الفنانة ريم غزالي قائلا: تفقد الجزائر مبدعة في طراز رفيع رفعت اسم بلادها عاليا في محافل فنية دولية ومثلتها أحسن تمثيل بحسابها الجمالي وأخلاقها العالية. الفنانة راحلة من مواليد 1982 لأسرة فنية حصدت لقب ملكة جمال ومسابقة نظمتها إحدى العلامات التجارية العالمية كالجزائر عام 2004 وشاركت ببرنامج ستار أكاديمي الموسم السادس سنة 2005 ودخلت بعدها عالم التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني ولعبت دور الملكة هيدرو في مسلسل بوقروان سنة 2018. وبدأت صراع ريم غزالي بعد مرض السرطان مع مرض السرطان في 2019 حيث خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ وخسرت معركتها مع هذا المرض بعد فترة طويلة من العلاج حيث فارقت الحياة عن عمر هذا 38 عاما. أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو.